فيها الكثير من الموضوعات المهمة، لكن بأمارة إيه؟ ليه؟ والله إلى الذين تحسرون على عدم وجود منتخب مصر في هذا العرس العالمي العربي النكهة. أيوه. ها؟ أيوه. بقول لهم بأمارة إيه بتتحسروا على إيه؟ كنتوا متوقعين إيه؟ المغرب تتصدر مجموعتها لأن عندها منظومة كروية تعمل من أجل كرة القدم المغربية. أيوه. وشفنا إزاي سعوا بالطول بالعرض إنهم ياخدوا البطولة الإفريقية للأندية، بطولة الكونفدرالية، طبعًا السوبر الإفريقي. ومن ثم السوبر. ومن ثم بقى عندنا منتخب. وبعدين لما لقوا خليلوفيتش علاقته توترت باللعيبه وابتدى يعمل لي زي كروش، حركات كروشيه، هيتجاهل اللعيبه ويجيب لعيبه، جابوا مدرب وطني عاده ومدرب الوداد اللي هو الفريق البطل حكيم. حكيم زياش اللي هو نجم المغرب الذي اخذ بيدها الى الادوار متصدرا الادوار التاليه دور 16، انجاز رائع غير مسبوق في النظام الجديد على الأقل. يعني المغرب تؤكد أنها قد أحسنت تمثيل العرب، فلما لقطع يستطيع أن يفعل كل هذا للكرة المغربية لأنه كرس وأخلص وتفرغ للكرة المغربية مستخدما نفوذه إذا كان له علاقات دولية، إذا كان نفوذه في الاتحاد الإفريقي، فاستخدم كل ده لصالح. أين نحن من هذا؟ نحن نحارب النجاح، نحن لدينا منظومة كروية تنقض على الناجح لتكبله زي النادي الأهلي. وبعدين اللي يضحكك يحصل تحقيقات يقول لك النادي الأهلي راح ضحية تصرفات مسؤول داخل وهو فلان الفلاني، يكرم ويطلع رئيس بعثة ويطلع بيتفاوض على ماتشات ودية وكلها مشاكل في مشاكل. لا أحد يحاسب أستاذ إبراهيم، عايشين في انتماءات ضيقة إلى حد مزعج. نشوف شكلنا في التعامل، ده احنا حتى بنكرم إيه؟ من نكرم كام أي قيم؟ هل احنا بنكرم القيم الأخلاقية والإنسانية؟ لا، وتحت رعاية مسؤولة. أنا مش مصدق والله العظيم اللي بيحصل حواليا. ليه؟ لأن انتماء، اللي بيكرم منتمي واللي بيعرض تكريم منتمي وهكذا. أين المناخ الذي يدافع عن القدوة والقيم والشفافية المالية والسلامة والرياضية وإزاي فين الجسم؟ كيف يبدو الجسم صحيحا وأنت بتدخله كل أنواع السموم؟ بأمرتي ما تزعلوش يا جماعة، احنا لو كنا رحنا، احنا الفريق ولا فخر الذي استطاع ان يحصل على صفر. مفيش فرقة عربية افريقية بتاخد الصفر ده. احنا يعني خدنا واحد، خدنا لا اخر بطولة واللي قبليها في 90 خدنا بونت بضربة جزاء. ضربة جزاء عايشين عليها لحد النهارده. في حين ثم جون محمد صلاح اللي يا سلام قلنا اخيرا جبنا جون تاني. النهارده غانا بتجيب 2 في 3 5 تجوان في ماتشين. المغرب ايه الاداء الرائع ده؟ دخل مرماها هدف واحد في 3 ماتشات. هنتكلم على الانقلاب في كرة القدم الإفريقية والعالمية في هذه الظاهرة، ولكن الحقيقة قطر استطاعت أن تخطف القلوب والأبصار بفرض القيم العربية والإسلامية والتاريخية للمنطقة على العالم كله، مهما تكبدت من انتقادات وربما تدفع فواتير كتير بعد هذه البطولة نتيجة التعصب المبالغ فيه في خلق قضايا غريبة جدا وهامشية جدا، ما فيهاش قضية واحدة ناقشة اللاجئين مثلا،
نقشة الأوطان الممزقة التي مزقها الغرب بحروب وهمية وإثارة القلاقل. ما فيش حد حقوق إنسان إيه اللي اختصرتوه في المثلية؟ إيه ده؟ إيه اللي إحنا عايشينه ده؟ فكل ده الحمد لله دفع إلى تلاحم عربي عربي ربما في التاريخ لم يشهد حدث هذا التلاحم العربي. العربي كلنا بنسعد ببعض، كلنا بندعم بعض، كلنا حتى قطر اللي كانت إلى وقت قريب لديها يعني تناقضاتها وخلافاتها استطاعت هذه التظاهرة العالمية إنها تقربها جدا من أشقائها، ويا رب تبقى نقطة انطلاقة نبني عليها جميعاً.